اقسمها لكونتينوس يا اما نوت كونتينوس. نوت كونتينوس ده شمال الديسك او الكواليتيف بنوع عندها الاوردينال كابل والكابل. ولما يحل المساله بقسمها قسمها تانية الكونتينوس لوحدها والباقي كله واحد. فاكرين خدنا اول حاجه البرزنتيشن ولا نعمل برزنت ازاي بتيبل او بجراف؟ لو كونتينوس التيبل اسمه تمام، ولو الجراف هيستوجرام. لو وصلت التوبس بتاعته بسميها فريكوانسي بالجول. لو نوت كونتينوس بسميه ها، لو نوت كونتينوس التيبل بسميه فريكوانسي ديستريبيوشن ها، فريكوانسي الجراف بسميه البار تشارت. بار كام نوع؟ سامبل ثلاثه، سامبل مالتيبل وكومبوننت. المالتيبل والكومبوننت الفرق بينهم وبين السامبل سامبل جروب واحد، المالتيبل اسمع بس الكلام جروبين. المالتيبل لو جروبين الكومبوننت لو ده اللي ينفع كومبوننت ينفع مالتيبل، العكس مش صحيح صح؟ العكس اللي ينفع مالتيبل ينفع كومبوننت، لكن ينفع كومبوننت مش شرط ينفع مالتيبل. المشكله خدنا انواع ثانيه زي باي دايجرام بس اقوم عشان امثل نسبه مئويه اللي هي دايره وبقسمها نسبه مئويه بس مش شرط تكون مجموع النسب 100%. تمام؟ خدنا ايه تاني؟ السكاتر واللي زيه اللاين. السكاتر واللاين بستخدمهم امتى عموما؟ لو امثل علاقه بين اثنين متغيرين والاثنين كونتينوس، لو واحد منهم تايم بسمي ايه؟ كده برزنتيشن. في مشكله؟ دخلنا على السمرايزيشن. ركزوا بقى كده. دي داتا صح؟ كوش نقصد بالداتا بوصفها من ناحيه لما السنتر لما اكستريمز. فالسنتر بسميها سنترال تندنس يعني النزعه المركزيه. انتوا مش عارف الاسم. الاضراب بسميها ميجرمنت اوف ديسبرشن. يعني ايه ديسبرشن؟ الانحراف. انا واقف في السنتر في النص واقف نص الداتا، انا السنتر بتاع الداتا. تمام؟ لما ادرس السنتر بسميها سنترال تندنس، لما ادرس الاطراف بسميها ميجرمنت اوف ديسبرشن. انتوا لما امسك السنتر وادرسه هدرس كام حاجه؟ اللي هما المين والميديا والمود، المتوسط والوسيط والمنوال. نخلص من المود السهل. المود هو اكتر رقم بيتكرر. هنا في اسلام ها في ثلاثه اتكررت كام مره؟ مرتين. في حاجه اتكررت؟ ها الواحد اتكرر كام مره؟ مرتين. يبقى هنا المود كام؟ يبقى المود يساوي الواحد وثلاثه ها صح كده؟ لو شلنا الواحد ده هيبقى المود هذا بس. تمام؟ طب لو حطينا واحد كمان واحد يبقى المود واحد بس. اما الداتا اتكررت بس اللي اتوحد اتكررت اكتر منه. هو اكتر رقم بيتكرر مش الارقام بتتكرر. تمام؟ لو شلنا الواحد والواحد والثلاثه يبقى المود مفيش نو مود. محدش يكتب لي زيرو. الزيرو ده رقم. تمام؟ نو مود. فالمود هو اكتر رقم بيتكرر. يطلع مفيش خالص وسمينه مود. يطلع رقم واحد هكتبه، يطلع رقمين، يطلع ثلاثه، المهم يكون هو اكتر رقم بيتكرر. تمام؟ خلصنا المود وخلصنا منه. تاني حاجه اسمه البي. قلنا متوسط اي حاجه في الدنيا بتساوي ايه؟ متوسط اي حاجه مجموعها على عددها. متوسط اي حاجه المجموع على العدد. حد يجمع ويحط العدد تحت هيطلع ها؟ مشكله؟ قلنا ايه عدة؟ بتأثر بالأطراف. ازاي؟ اجمع 1 3 4 و 4 8 و 2 10 7 17 و 3 20 و 11 1 و 3 كمان كده؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 خلي ده 2 عشان بس يكون 2 تاني عشان تكبر بس. فهتساوي 4 ها؟ ايه؟ عاوزين ايه؟ كده في مشكلة؟ طيب رتب الداتا كده ابجدي 1 2 3 3 4 الاثنين متكرره من ماشي 2 3 4 7 10 صح كده؟ المين بتاعها بيساوي 4 زي ما هي. طب لو جينا هنا كده على 10 دي خليناها 13 ده زادت كام؟ 3 صح؟ واخد 35 زاد ولا ما زادش؟ زاد؟ طب لو جينا هنا وخليناها 20
زاد كام؟ 7 35 على 42 نقدر ما زادش زاد. لو جيت هنا وقللت وخليتها زيرو او سالب 1 او سالب 2 او اي حاجه اثر مش هتاثر، فبالتالي المين بتتاثر بالاطراف. لو زودت الاطراف فالمين يزيد، لو قللت الاطراف المين يقل. تاني حاجه، لو انا عندي اطوال ناس بالمتر، واحد طول 1 متر خلاص، واحد 1 من 10، واحد 2 من 10، واحد 3 من 10، واحد طول 4 متر بس، حد يحسب المتوسط؟ ها ادي واحد كده 1.5 صح؟ واربعة 8.5 على 1 2 3 4 5 هتطلع تقريبا 2 اللي حاجات بسيطة صح؟ بل ها؟ ماشي 2 حاجات بسيطة. فلو قلت انا عندي 5 اشخاص متوسط طولهم 2 متر وانا عندي اصلا واحد بس اللي فوق 2 متر واربعة تحت 2 متر، يبقى هل المين ده اداني وصف دقيق للداتا بتاعتي؟ لا. فبالتالي المين بيتأثر بالاطراف، لو زورت طرف او قللت طرف هيديك داتا مش اكتر، مش هتقدر توصف لك الداتا اللي عندك، فطلعها حاجة أحسن منه شوية اسمها متر. واحد 2 3 4 7 10 مش دي الداتا اللي كانت دي؟ صح؟ كانت هي كانت متوسطها؟ صح؟ حد يجيب لي المين؟ الميديا؟ الميديا هو الرقم اللي في النص، في رقم اللي في النص؟ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 وهي الرقم 1 2 3 صح كده؟ يبقى الميديا بتساوي 3 صح؟ غير دي خليها 13 المين؟ سالب الميديا؟ ده ما هو غير دي خليها سالب 1 المين؟ قل والميديان زي ما هو. وبدي اطلع الميديان عشان لو المين بتاثر بالستريبس لكن الميديان ثابت، مهما غيرت الاطراف الميديان ثابت كده. مشكله بطلع على المين والميديان والمود. المود هو اكتر رقم بيتكرر، تطلع رقم بيطلع اكتر من رقم، بيطلع دو رقم ماليش دعوه. فين في الميديان بقى بيحسبوا في ثلاث عينات ماشي. بعد كده المين، المين هو بس مجموعهم على عددهم فين عيوبه؟ متأثر بالاستريبتس، فبالتالي بيديني داتا نص. جبنا الميديا، قلنا الميديا عشان اجيبه لازم ارتب الداتا تصاعدي او تنازلي، عشان كده قلنا قاعده في اول خالص لما بتجي مساله اول حاجه بعملها قبل ما ارتب داتا ببص على الداتا، هي كواليتيتف كونتينوس ولا نوت كونتينوس؟ خلاص عرفتها كونتينوس، تاني حاجه بعملها برتب الداتا تمام؟ لازم عشان اجيب الميديا، والميديا هو الرقم اللي في النص، لازم تكون الداتا مترتبه ترتيب تصاعدي او تنازلي. انا رتبت ده اهي، انا مجرد النظر هجيبها تمام. هو الميديا انا جبت 3 وشبت 3 هفضل في النص، فهقول الميديا 3 قلت له هيقول في الامتحان انت ايه؟ لا جت بالصدفه لا على شاشه صح؟ لا لا قانون، قلنا القانون بتاعها هتختلف لو كان رقم فردي او لو كان رقم زوجي. لو كان رقم فردي ام زائد 1 على 2 ده قانون اهو، لو رقم فردي بجيبها بالقانون بيقول ام زائد 1 على 2 ان دي اللي هي العدد بتاعها، عددهم كم؟ ها؟ صح؟ زائد 1 8 على 2 فاضل 4، بيقول لك ان الميديان هو الرقم اللي ترتيبه رقم 4 مش رقم 4، هو الرقم اللي ترتيبه رقم 4، في رقم ترتيبه 4 1 2 3 4. طب نعد من الناحيه الثانيه 1 2 3 برضه 4. ها؟ المشكله؟ لو الرقم زوجي ان على 2 من ناحيتين، ان على 2 من ناحيتين، ان على 2 8 على 2 فاضل 4 يعني 1 2 3 4 ادي 1 1 2 3 4 ادي 2. يبقى الميديان الرقمين دول اجيب متوسط بتاعهم، اجمع 3 زائد 4 7 على 2 تمام. او ان على 2 وان على 2 زائد 1 لوحدها كده، دي تختلف عن دي. ان على 2 زائد 1 غير ان زائد 1 على 2 تمام. ان على 2 يلا 4 زائد 1 يلا 4. المشكله لسه فكة واحدة في المين سووها دلوقتي. ركز بقى كده، لو قلت لكم عندي 3 طلبة خليها 2 تمام؟ متوسط مذاكرتهم 16 ساعة، أفهم ده إيه؟ الاثنين بيذاكروا 32 ساعة؟ ها؟ الاثنين بيذاكروا 32 ساعة؟ لا مجموعة الاثنين، مجموعة الاثنين، مجموعة الاثنين على الاثنين، ومتوسط مذاكرتهم هما الاثنين 16 ساعة 8 ساعات. عندي 2 طلبة
متواصل مذاكرتهم 8 ساعات. افهم من ده ايه؟ يعني عدد الساعات اللي بيذاكروها متواصل بتاعهم هما الاثنين 8 ساعات. ممكن يكون ده بيذاكر 8 ده بيذاكر 8 صح؟ مجموع الاثنين 16. يبقى ده 16 على 2 فال 8 تمام؟ ممكن يكون ده بيذاكر 16 ما بيذاكرش صح؟ ده بيذاكر 15 ده بيذاكر ساعة ده بيذاكر 14 ده بيذاكر ساعتين. فهل المين بيوصف لي داتا دقيقة؟ أبدا. فلو إن مشاكل في السنتر كلها سواء مين أو ميديا أو مود تمام؟ اللي هو داتا تبعتهم من الحيوانات طلعوا حاجة أقول لك ناخد الديسبرشن فأنا بهدرس الديسبرشن الانحراف وهدرس السنتر واجمع الاثنين على بعض فبالتالي ما عنديش أي فرصة للخطأ تمام؟ دخلنا على الديسبرشن. أول قانون اسمه الفاريانس. واحد اثنين ثلاثة أربعة عشرة. بس كده؟ بعد ما دخل في الديسبرشن وهو مش عند السنتر اللي هو السنتر ما بتديش أكيرو الداتا. أول قانون اسمه الرينج، والرينج ده أهم. يقول لك إيه أكبر رقم من أصغر رقم؟ 15 ناقص 1 هتساوي 14. فلو دي متوسط عدد ساعات مذاكرة ناس، واحد بيذاكر ساعة ساعتين ثلاثة لحد واحد بيذاكر 15 وجبت الرينج، فقلت لك إن الرينج مذاكرة الطلبة دي عندي 14 ساعة. هل 14 ساعة؟ أبدا، ده هو واحد بس اللي بيذاكر 14 ساعة والباقي ما بيذاكروش. فلو دي شبه بالظبط المين بتتأثر بالأطراف. وإنها بتعتمد على رقمين اتنين بس، فأنت ممكن توصف داتا لسامبل عندك 2000 واحد بناء على رقمين، فبالتالي الداتا فاهمين؟ يعني واخد سامبل بتاعت 1000 واحد باسلوب راندوم بلوك ريكورس طلعت اكبر واحد من اصغر واحد فبالتالي انا جبت داتا عن ال 1000 واحد من رقمين اتنين ده ينفع زي دي جبت داتا عن 8 طلبه او 7 طلبه عن رقمين اتنين فالداتا هتبقى اكبر زيها بالظبط زي المين بتتاثر بتتاثر ركزوا بقى في اللي جاي كده حد يحسب لي المين 1 2 3 3 6 4 10 5 10 20 20 15 35 على كام؟ ممكن ازود رقم عادي خلي 13 وده تبقى كام؟ 2 يبقى 2 على 7 ده 95 بس ما تكتبوش حاجه بقى فالمين بيساوي 5 ها في مشكله؟ فانا بقول لك ان المين بتاع المذاكره بتاعت الطلبه دي 5 ساعات في متوسط كده كل واحد بيذاكر 5 ساعات في واحد بيذاكر 10 في واحد بيذاكر ساعه شايله بعضها بس متوسط 5 ساعات فانا عاوز اعرف كل واحد من دول انحرف كام عن متوسط المذاكره امين؟ كل واحد من دول انحرف كام عن متوسط المذاكره متوسط الطبيعي كام؟ 5 تمام؟ فده بتحرف بدرجة واحد، ده بدرجتين، ده ثلاثة، ده أربعة، ده اتحرف ستة وهكذا. عاوز أعرف كل واحد من دول اتحرف كام عن متوسط الطلبة. في مشكلة؟ طيب. عشان أعرف كل واحد اتحرف كام عن المتوسط بتاعه بعمل إيه؟ بطرح صح؟ خمسة ناقص واحد وإيه تاني؟ خمسة ناقص اتنين خمسة ناقص ثلاثة خمسة ناقص أربعة وهكذا. مشكلة؟ فبالتالي جاب لي كل واحد اتحرف كام عن متوسط فجبت معدل كل الانحراف. ركزوا ركزوا لو جمعتهم كلهم وقسمتهم على عددهم يبقى جبت متوسط معدل الانحراف. فاهمين؟ ركزوا بس كده ركزوا تاني انا عندي الارقام اهي تمام؟ الخمسة دي ايه؟ المين المتوسط اللي الطبيعي كل واحد بيذاكر 5 ساعات في ناس بتذاكر ساعة في ناس بتذاكر حتى 13 فعاوز اعرف كل واحد اتحرف كام عن المعدل الطبيعي عن المتوسط الطبيعي اللي هو الخمسه فاعمل هطرح هطرح 5 ناقص 1 و5 ناقص 2 و5 ناقص 3 فبالتالي جبت معدل الانحراف الطالب الاولاني معدل الانحراف الطالب الثاني معدل الانحراف الطالب الثالث صح كده؟ لو عاوز اعرف متوسط الانحراف كله بتاع السبع طلب هعمل ايه؟ مجموعهم على ها؟ مجموعهم على عدد صح كده؟ اهو على عدد ها ده مشكلة؟ هنا هجمع حد يكمل؟ خمسة ناقص 10 خمسة ناقص 13
خمسة ناقص اتنين. ها في مشكلة؟ حد يقرا كده؟ بس خلاص ده هيطلع بالثاني بقى. خد بالكوا المفروض ده 10 ناقص 5 ماشي يلا 5 ناقص 10 كمل ده 1 مش مستحيل يطلع 1 يطلع 0 5 ناقص 1 4 زائد 3 زائد 2 2 زائد 1 ناقص 5 زائد 3 5 زائد 8 زائد 8 زائد 3 3 بس مش 3 13 لا الاخره 2 5 دي 5 3 3 ماشي ماشي على ما كتبتش بس ها لازم تطلع اي ارقام في الدنيا مطرح المتوسط العدد من اللي بتاعها يطلع صفر اي ارقام مالين انت اي ارقام كده مظبط مالين اي ارقام هطلع كام صفر. عطل صفر ليه؟ لان الميل في النص. شو ده متوسط؟ صح؟ مجموع دول قد مجموع دول. مع ان عدد دول اكتر من عدد دول بس عشان دول كام اكبر. فاهمين؟ فالميل ده اللي هو في النص. الميل ده اللي هو متوسط الاعداد متوسطها انا هو في النص. اللي على يميني قد بالظبط اللي على شمالي. فلما دول طلع عليا واطلع دول مني هفضل انا صفر. فالميل هتطلع دايما صفر. تمام؟ فلو ان القانون ده مش نافع. ليه؟ هيطلع دايما صفر، في قانون دايما ارقامه صفر، صفر على اي حاجه بتساوي صفر يبقى ده قانون؟ لا، فلو ان القانون اللي بيقول اكس ناقص مين او المين ناقص الاكس هتفرق؟ نطرح العدد من المين او نطرح المين من العدد هتفرق في ايه؟ انا عاوز اعرف هو انحرف ازاي بالزياده وبالنقص؟ ايوه ماشي هتفرق في ايه؟ هتفرق في المعادله دي؟ انت عارف هتفرق في ايه؟ اللي بدل الاشاره سالب كانت هنا هيبقى الناحيه الثانيه او عكس. يعني انا عندي مين اهو تمام؟ عندي هنا 10 وهنا عندي هنا 10 بس 10 دي بالموجب و10 دي بالسالب. هطرح 10 ناقص 5 هتبقى 5. هطرح 10 بالسالب ناقص 5 هتبقى سالب 5. لو دورت وشي هتبقى 5 وسالب 5 هي مش تفرق. حد يقول لي اصل انا مكتوبه في الكتاب اكس ناقص مين وبعدين في المساله في نفس الكتاب حلها مين ناقص اكس ما هي تمام؟ رغم القانون يقول مي ام اللي هو المين ناقص اكس على ام مش هينفع. ليه؟ اللي بكتبه دايما صفر. دايما بكتبه صفر ليه؟ عشان عندي موجب وسالب. صح كده؟ لو عاوز اعدل اللعبه دي هعمل ايه؟ لو عاوز اغير سالب دي خالص. ها؟ اي سالب عشان اغيره واعمل بربع. اه بربع. ينفع اربع فوق واسيب تحت؟ ينفع؟ اربع فوق. طلع القانون بيقول x ناقص x داش ايه الاكس داش ده؟ المين على ان تربيع تمام؟ ها؟ غير تربيع مع التربيع؟ لا مش تربيع ايوه ماشي ده كله تربيع. دول بتوع الرياضة وعندهم حاجة اسمها معادلة حساب الخطأ تمام؟ طبقوا معادلة حساب الخطأ على القانون ده فقال لي عشان يبقى حساب الخطأ صفر يطلع زيرو يبقى القانون ده بيساوي القانون ده بالظبط شيل ال تربيع وحط مكانها ال ناقص 1 انت ازاي ما بتطلعوا بيها؟ اثبت ده في ساعتين خلاص؟ يبقى القانون بيساوي اكس ناقص اكس داش تربيع على ال ناقص ها حد في مشكله؟ يبقى انا كنت عاوز اعرف كل واحد اتحرف كام عن المين بتاعه فهطرح الرقم ده من المين صح كده؟ طرحت الواحد واثنين وثلاثه واربعه فجبت معدل الانحراف كله طالب في مشكله؟ جمعت معدل الانحراف كله وقسمته على عدد فجبت متوسط الانحراف طلع لي مشكله في النص ان دايما البسط هيبقى زيرو تمام؟ ارى اهرب من الحته دي ازاي؟ من اربع فوق واربع تحت واربع فوق واربع تحت طلع طول الرياضه ايه لا المساله بتاعتك دي القانون ده كده في غلط ده ما بيساويش ده لو عاوزه يساوي شيل ال تربيع وحط مكانها ال ناقص واحد ها؟ مربع فوق النتيجه كلها ولا مربع ايه؟ مربع النتيجه كلها اللي هو ايه؟ 5 ناقص 1 4 تربيع 16 فاهم؟ بعدين ايه؟ 5 ناقص 2 3 تربيع 9 وهكذا ليه؟ عشان ده ما بقاش قايل سالب عشان كده 16 هيبقى سالب حتى سالب 16 فجاه بقى 16 موجب 16 ما بقاش في سالب ولا دي عند الجذر مش مشكله ها؟ فهمتوا؟ طيب انا عندي حاجه
حاجات تنفع تربيع، وحدات تنفع تربيع. يعني اقول لك مثلا واحد طوله 10 متر تربيع هينفع عادي. في وحدات تكبر التربيع، لكن في وحدات لا تكبر التربيع. لو انا بقيس حاجه بالنسبه للطيب بالنسبه للدقيقه، اقول لك المتوسط الحاجات اللي عندي مثلا 8 بالروبن لكل 2 دقيقه تربيع. في دقيقه تربيع تنفع، في ساعه تربيع. فلو في وحدات تنفع تتربع، في وحدات ما تنفعش تربع. ما انا بربع ده صح، فبالتالي هيديني رقم بالوحده بتاعت الوحده مربع. ما هو اصل الرقم في الاساس مربع، فطلعوا حاجه قال لك لما تاخد الجذر صح، لما تاخد الجذر هتاخد جذر فوق وجذر تحت والجذر بتاع الوحدات، بسموه معدل الحرف. مش ده اصلا كنت عامله عشان اجيب معدل الحرف صح؟ طلعت لي المشكله بتاعتي السالب فربعت عشان ارجع بقى ما انساش انا طلعت في ايه؟ ارجع لطبيعتي هجيب معدل الحرف تاني ازاي؟ بناخد الجذر. في مشكله؟ ركزوا تاني. حد تاني؟ حد تاني؟ في الستوبرايزيشن انا بدرس السنتر وبدرس درست السنتر في المين والميديان والمود. المود اكتر رقم بيتكرر، الميديان رقم في النص بعد ما ربط التصاعدي او تنازلي بيجيبوا حاجه اسمها الميديان ران. لو العدد فردي ان زائد واحد على اثنين، لو العدد زوجي ان على اثنين من ناحيتين او ان على اثنين وان على اثنين زائد واحد. في مشكله؟ المين مجموعهم على كده. ليه طلعوا الميديان بعد المين؟ عشان المين في مشاكل اللي هي بتتاثر الاطراف، لو زودت الاطراف بالتالي المين بتغير، لكن الميديان ثابت فالميديان احسن من المين. حددت في مشكله؟ لو دراسه السنتر نفسها عموما ما بتدينيش داتا اكوريت صح؟ لان بعتمد على سنتر بس. فلا انا لازم تعتمد على الديسبرشن كمان، على الاطراف كمان. فطلعوا حاجه اسمها ميجرمنت اوف ديسبرشن اللي هي اول حاجه الرينج. الرينج برضه قاعد بالرقم من كنت عملها فين قبل؟ امتى طلعت اكبر رقم نظري؟ اه يعني استعملت نفسي تحس ما جابوا حاجه من ما انا بعرف وانا عايز اعرف الانترفال او الكلاس بتاعك الكونتينوس فاهمين؟ فبجيب الرينج بطرح اكبر رقم من اصغر رقم تمام؟ هنا كده انا بعتمد على كام رقم؟ رقمين اثنين بس. مهما كان عندي داتا كبيره، مهما كانت سامبل كبيره 500 واحد 1000 واحد 10000 واحد، انا بعتمد على رقمين اثنين. هل ينفع اوصف 10000 واحد من رقمين؟ ما ينفعش. ولو ان الرقمين دول لو زادوا او قلوا الرينج بيزيدوا بيقل زيه بالظبط زي المين؟ فلا طلع لي قانون احسن شويه تمام؟ فقلنا خلاص هنمسك كل واحد لوحده. فانا بمسك المين بيجيب لي فكره عامه، الميديان فكره عامه، الرانج فكره عامه. امسك كل واحد لوحده وشوفوا الحرف كام عن متوسطه تمام؟ وبعدين اجمع لي كل الانحرافات واقسمها على ده هتديني متوسط الانحراف بالظبط تمام؟ هطرح كل واحد من المين بتاعه خلاص؟ واجمع جنبه كل واحد من المين بتاعه زائد الثاني والمين بتاعه. لو ان النتيجه في الاخر هتساوي صفر لان المين واقف في النص، اللي على يمينه قد بالظبط على شمال. لما تاخد دي بالاشاره الموجب ودي المره بالاشاره السالب هيبقى صفر. فالعبوا على الحته دي ازاي؟ لما نربع فوق ونربع تحت فهتبقى اكس ناقص اكس داش كل تربيع على ان تربيع. طلعوا طلعوا غلط اهو، بس دي غلط عشان دي تساوي اللي انت كنت عاملها قبل كده اللي هي اكس ناقص اكس داش على ان. شيل ان تربيع دي وحط مكانها سالب واحد. ها مشكلة؟ فجابوا القانون اللي اسمه البالانس. ايوه انت واضح؟ ما عملتليش حاجة، قال لك 100 جنيه في الجهل. ركزوا بس كده، مديك 100 جنيه في الجهل مش 50 جنيه، تتكلم 20 و10. فانت دخت مش لاقي، حتى لقيت سوبر ماركت ادالك 50 جنيه، فجالي جال فرحان. وده اللي طلبته منك؟ فده اللي طلبته منك؟ ده كان معدل انحراف؟ ده مربع معدل انحراف. صح؟ ده كده التنوع مش معدل انحراف. هات لي بقى معدل انحراف اللي هو الاس دي. خد الجزر. صح؟ هتاخد الجذر اكس ناقص اكس داش كل تربيع على ان ناقص واحد. في مشكلة؟ لحد هنا وخلاص خلص. واحد بقى فاضي العالم الفاضية طلع قانون اسمه الكوفيشنت كوفاريانس، عامل الاختلاف. ايه الفرق بينه وبين الستاندرد ديفيشن؟ مفيش أي فرق. الاس دي بيساوي جذر البالانس صح؟ قال لي الاس ده هيطلع رقم انا عاوزه نسبه تمام؟ فقسم الاس دي على المين وضرب في مين
ما هو الا اكسبريشن الاس دي في صوره سنسر صوره اسم. وبالتالي الاس دي هو نفسه الكوفيشنت فاريانس بس في نسبه. تمام؟ يبقى الاس دي بيساوي جهاز الفلس. واحد فاضي قال ده هيديني رقم، انا عاوز صوره نسبه عشان اقول لك معامل الحراره بتاع الداتا بتاعتي 1.10%، يعني كل 100 بينحرفوا عن المين بنسبه 1.2. فطرحنا الاس دي على المين ده اللي بنحرفه عنه وضربنا في 100. تمام؟ فطلع لك قانون اسمه سي في. فالسي دي ما هو الا اس دي بس في. مشكله؟ ما هو ورق؟ ما تقولي؟ الاوزان اللي عليا عندي 11. انا عندي كام واحد؟
11 واحد بس والباقي كله 13 واحد بس 13 فالرينج ده حاجه اكيوريت لما اخش اقول لك انا عندي بره 14 طالب وزنهم في متوسط في الرينج 11 هتصدقني تمام اللي بعد كده الرينج اكبر اخذ اصغر زائد ايا كان زائد وهكذا على ام ناقص واحد على 13 لازم تحلوا عليهم تعالوا كام بالظبط هتطلع 129 ونص على 13 يعني 9 ونص 9 ونص تمام اخد جذر مين فيني لسه جاي اساوي جذر البالانس بيطلع 3 مشكلة؟ اس دي على 15 اس بي تمام؟ بيقول لي بريزنت دي بس انا هقرا دي كده دي كده شكلها كل الاحصائيه نعمل لها بص على الاحصائيه الخاصه اول حاجه ده ايه كونتينج وبعد حاجه فريكوينسي سوشال تيل وهعمل هيستوجرام وهعمل فريكوينسي احطه في جنب كده عشان ما انساهوش لازم نعمل بلو ده لازم نعمل بلو واحده بس كفايه لو قال لك بتفرق بديفرنت طيب تعمل بلو مش مشكله تمام ها بعد اختصار حاجات كده عملت الثاني حط عليه خط بس ها هبرزنت ازاي؟ الأول هنشوف الواحد يعني أزرق هو 11 هنزود 11 على 4 في 3 طيب على بطلع أكبر رقم من أصغر رقم صح؟ أكبر رقم أصغر رقم بيساوي 11 هو اختار عدد الرنش صح كده؟ أو رنش عاوز عدد كلاس في دماغي يكون من 2 ل 8 ويكون يكبر لك اسمه على 11 أو يكبر لك اسمه عليه 4 حط 4 ونزود ايه؟ مش هلاقي صح؟ في رقم ال 11 هيكبر الجسم عليه؟ مش هتلاقي فهقربه لاكبر رقم يكبر الجسم اهو حط في دماغي ان اخر كلاس تبقى مختلف صح؟ هعتبر ده 12 12 على 3 على 4 فهنرتبه في 4 كلاس صح كده؟ اول واحده 10 شرط وبعدين هزود 3 يبقى 13 شرط زائد 16 شرط زائد 19 21 22 صح كده؟ لا وانا عندي 22 كده زود واحد فاكر؟ اشيله هنا تبقى صح كده؟ وارسم الجدول بتاعي فهنا فريكوانسي الفريكوانسي اللي اسمه نمبر وهنا دي مش ينفع كنا بنمشيها 10 يعني نمشيها على 10 ونعملها 5 وهزودها من تحت بلس في 2 ازاي؟ يعني نعملها 5 كلاسز كل كلاس في 2 طيب مالين؟ ها مالين؟ والاخيرة هيبقى واحد بس هتبقى واحد بقى رقم واحد بس هتبقى مختلفة عشان زي ما انت عاوزة هنعتبر دي 10 هنعتبر كده يا كابتن ننزلها رقم يعني هنزل رقم؟ هنعتبر دي 10 خلاص وماشيها 5 كلاس فرق بين كل كلاس والثانيه 2 يبقى 10 شرط 12 صح كده 14 ها 16 ها 18 ها 20 لحد 22 بس ده انا اصلا وصلت فتحت شفت دي؟ اخد بالي ما دام قربت سواء الاقرب او الابعد اخر كلاس هتبقى مختلفه اوعى القلم يخدعني وزود تمام؟ مسألة زي دي وتكتبوا نظر فين؟ على دي على اخر كلاس عملتها صح؟ نقدر على غلطة ثانية عملتها غلط بس كلها غلط
تمام؟ حد يعد كده؟ من 10 فيها كم واحد؟ من 10 13 10 11 12 10 ونص 13 ها؟ هذا 13؟ لا لا باخد الرقم اللي قبل الشرطة واسيب اللي بعد الشرطة صح كده؟ باخد من 10 يبقى قبل 13 اللي هما 1 2 3 4 يبقى هنا 4 تعاونهم بالتالي 4 أصول صح كده؟ هناخد 13 14 15 15 1 2 3 4 هنفع عنده 16؟ لا هنفع شوفها 4 أخدها 4 أصول وبعدين 16 زين ثلاثة نضمد 18 جيد نضمد 19 نفع عشر دي واحد اثنين ثلاثة أربعة برضه أربعة بعدين واحد نعمل كده محر أربعة وأربعة أربعة اثنين أربعتاشر وكم يديني كم طالب أربعة وأربعة وأربعة واثنين احنا التاني تحت المكتب 14 بريتين بس عايز تكتبيها تكتب كده التاني تسيبها فاضله هتكتبها بالتاني 1 2 3 4 5 1 2 3 4 واقفل بالخمسه 1 2 3 4 تمام النسبه بقى عادي 4 على 14 8 4 6 1 9 تطلع غلط مشكله عدد حالات ايه؟ عدد اي حاجه عادي عدد اي حاجه ونزلت ما زال انا كنت بس